أول فيلم كان أمهات في المنفى مع المخرج محمد راجي، ربنا يديله الصحة يا رب ويشفيه. وتاني فيلم في حياتي من إخراج الأستاذ علي عبد الخالق، ربنا يخليه لينا، فيلم العار. وقفت قدام عمالقة أساتذة كبار، كان حلم بالنسبة لي إن أنا أقف قدام حسين فهمي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز. فالحقيقة ما كنتش مصدقة نفسي، أنا كنت عاملة الأخت الصغيرة ودوري صغير خالص، وكنت بقول لهم أبيه يعني دول إخواتي الكبار. والحقيقة الثلاثة دول بالذات فضلوا طول عمري بالنسبة لي الأخ الكبير اللي بحترمه، والقيمة الكبيرة اللي بتعلم منها كل حاجة جميلة. تعلمت منهم حاجات كتيرة قوي، تعلمت منهم الالتزام وحب الفن وعدم الأنانية، لأن كل فيهم نجم كبير جدا وطبعا يعمل فيلم لوحده ويشيل فيلم لوحده، لكن الحب اللي بينهم اللي كان موجود، التنافس الشريف من غير لا غيرة ولا غل ولا حقد، تعلمت على قديم أساتذة كبار. ولذلك طلعت طول عمري أبقى مؤمنة جدا بالبطولة الجماعية، وإن دي بتثري العمل الفني وبيبقى فيها تنافس جميل وشريف ومحترم. فاتعلمت فعلا على قديم أساتذة كبار، يعني أنا مشفقة على الجيل الجديد اللي بيقعدوا يقطعوا بعض، وكل واحد لازم البطولة لوحده وهو لوحده واسمه بس اللي يبقى على الأفيش وصورته بس اللي موجودة. دول ما لحقوش يتعلموا، لأن احنا جيل اتعلم.